ورجعنا لكم مرة تانية مع العباقرة، وبفكركم بالنتيجة 145 مدارس نرمين إسماعيل، 80 بيت سكول كايرو. ودلوقتي مع آخر فقرة، فقرة 30 ثانية. 30 ثانية. فقرة 30 ثانية انتوا عارفينها، عجلة الحظ. عجلة الحظ فيها فنون، انت وحظك، رياضة، معلومات عامة، وجغرافيا. النقطة الحمراء هيبقى سؤال صعب جدا، لو 5 ثواني جت لمدرسة هياخدوا 5 ثواني هدية. وأول حد هنبتدي بيه عمر. اتفضل يا عمر، شوف عمر هجيب ايه في فقرة 30 ثانية. يلا يا عمر. تعال يا عمر، تعال. يا كان هيبقى سؤال صعب، كان هتبقى مشكلة. معلومات عامة، جاهزين؟ والسؤال هو: اذكر أسماء رؤساء أمريكا. فات 5 ثواني. رؤساء أمريكا، 15 ثانية. أسرع يا شباب، 5 ثواني. ثانية، ستوب. تمام، نشوف عندنا إيه هنا. بريتش سكول إن كايرو، عندنا جي إف كي، أوباما، جورج بوش، واشنطن، لينكولن، روزفلت. جورج بوش تاني. جورج بوش تاني، واحد صغير وكبير. ماشي. اوكي، 7. أما فريق مدارس نرمين إسماعيل فكتبوا إيه بقى؟ احنا كاتبين جي إف كي. جي إف كي، أوباما. أوباما وأيزنهاور. أيزنهاور. وجورج جورج بوش سينيور. وجورج بوش جونيور. ولينكولن. لينكولن. وجورج واشنطن. وجورج واشنطن. ونيكسون. نيكسون. وكلينتون، بيل كلينتون. وكلينتون. 9. يبقى احنا عندنا 7 إجابات من بيت سكول ان كايرو، وال7 إجابات ب 14 نقطة إجابات صحيحة. يبقى كده النتيجة 94 بيت سكول ان كايرو. أما مدارس نرمين إسماعيل، 18 نقطة لمدرسة نرمين إسماعيل، برافو عليكم. والنتيجة دلوقتي مدارس نرمين إسماعيل 163. علي، اتفضل يا علي. علي، هنشوف علي هيجيب إيه بقى. شكلك كده على النقطة الحمراء. لا. جغرافيا. استعدوا يا شباب، والسؤال هو: اذكر بلاد العالم. ده بقى سؤال سهل. اللي هيكتب أسرع هو اللي هياخد نقط أكتر. فات تقريبا دلوقتي 15 ثانية. 10 ثواني. 5 2 ستوب. يلا وريني يا ابراهيم كتبت ايه. يا ده انت لازم تساعدني يا ابراهيم. ماشي. اول حاجه ايجيبت. ايجيبت. السودان. السودان. يو اس اي. يو اس اي. يو اي اي. يونايتد عرب اميريتس. وسعودي. السعوديه. برازيل. وانجلند. انجلند. موروكو. موروكو. فرانس. فرانس. ساوث افريكا. ساوث افريكا. وقطر. قطر. 11 اجابه عند بريتش سكول. دلوقتي هنشوف مدارس نرمين اسماعيل عندهم ايه. لا عندهم كتير. هنبتدي بالجيريا، برازيل. برازيل. ايجيبت. ايجيبت. ديموكراتيك ريبوبليك اوف كونغو. كونغو. دي ام سي. كندا. يو كي. يو اس. دي فرانس. دي فرانس. شفتي، توقعت كده. تشاينا. تشاينا. روسيا. جابان. ايطالي. ماليزيا. كوريا. انديا. ليبيا. اند فيتنام. 2 4 6 8 10 12 14 17. 17 اجابه من مدارس نرمين اسماعيل ب 17 بلد. شكرا. هنشوف دلوقتي النتيجه. ال 11
إجابة من بريتش سكول إن كايرو، 11 إجابة صحيحة ب 22 نقطة. وبكده النتيجة 116 بريتش سكول إن كايرو. أما مدارس نرمين إسماعيل 17 إجابة صحيحة ب 34 نقطة. والنتيجة 197 مدارس نرمين إسماعيل. برافو. ده أعلى سكور من أول ما ابتدينا المسابقة. شوف كده، يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 313 نقطة، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 626 ألف جنيه. مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 6,478,000 جنيه من البنك الأهلي للمشاركة في النهوض بالمنظومة التعليمية في مصر. برافو عليكم، مبروك عليكم الثلاث نقط. هارد لك لبريتش سكول إن كايرو، وإلى لقاء تاني مع العباقرة. تحية تقدير واحترام لكل معلم. ثلاث ثواني وابتسامة قد كده، تعرف لو جبتها غلط يا علي انت خطفت 10 نقط من اجابتك صحيحة. دينا خطفت 10 نقط، اجابة صحيحة يا دينا. اجابة صحيحة.